برضو نرجع ونقول لا، كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو بتاع زمان مع فريقه الاصلي، ولا ميسي نفس الكلام، ولا كذا ولا كذا، يعني ما تفهمش ايه اللي بيجرى. فجزء كبير من سحر وجاذبيه اللعيبه الميركاتو فعلا الاخيره بعد ما بيروحوا نوادي ثانيه مهما كانت الصفقه يعني. ويعني كلام حضرتك ده يعني ده رساله موجهه لمحمد صلاح، يعني كلام برضه عليه كلام الفتره دي، كلام عشان ما تكررش، مش عايز اقول نفس الخطا، ما تاخدوش الخطوه اللي خطاها لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. بس كان الاول الكلام رايح جاي، دلوقتي الكلام بقى بيميل اكتر لكفه انه فعلا رايح برشلونه، او انه في جديه في الكلام. يعني رغم من طبعا برشلونه في حته تانية وفريق كبير جدا، وريال مدريد فريق كبير جدا، لكن انا على مستوى شخصي لا اتمنى ان هو يترك ليفربول، لانه ناس كتير صنع مجده، صنع تاريخه. يعني النهارده مش نادي ليفربول، مش فريق ليفربول، مش بيجيب اهداف، مش الهداف، مش خد معاهم دوري ابطال او لا، هو بقى ايقونه المدينه، مدينه ليفربول. المدينه يعني نادر جدا لما بيعملوا اغاني، يعني الاغاني كلها كده باسم الفريق، ويول نيفر وكالون، يعني انت مش لكن انت ايجيبشن كينج مو صلاح، انت بيعمل لك اغاني ليك انت، انت ايقونه المدينه. الحب ده ما بيحصلش كتير بالظبط. وبعدين يعني من حسن حظك ان في عصرنا الحالي ليفربول اعلى من ريال مدريد واعلى من برشلونه في السنوات الاخيره. خلاص الدور الاسباني هبط كتير لما رحل عنه رونالدو، ثم بعدين ميسي، بقى الموضوع يعني ما بقاش حد يتفرج عليه قوي. يعني يمكن في الفتره الاخيره بكل امانه لما برشلونه بدا يرجع تاني، وريال مدريد متفوق بصراحه في المباراه الاخيره، حتى بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان بثلاثيه في البرنابيو، وقدر يتاهل لدور الثمانيه دوري ابطال اوروبا. الناس بدات شويه تبص، يعني حتى احنا عندنا مباراه الاسبوع القادم، مباراه الكلاسيكو، الكلاسيكو اللي هو ريال مدريد وبرشلونه يوم الاحد اللي جاي، طبعا الناس كلها تستناها، لان اللي خلاها قويه عوده برشلونه الى مستوى يعني تدريجيا قدر يرجع تاني، فده العمليه رجعت تاني. لكن ما زال مثلا برشلونه مثلا متراجع شويه في المركز الثالث. لو هو طبعاً عنده مشاكل ماليه، يعني انا استبعد بالزبط تماما انضمام محمد صلاح ليه، هو يعاني بشكل كبير. لا اتمنى كبير جدا. خليه بيصنع مجده هو كمان، مع الوقت بيزود ارقام قياسيه، بتزيد كل ما بيهدف بيزيد. والحذاء الذهبي عمال يقرب منه، هو لغايه دلوقتي مسجل 20 هدف طبعا، مقابل ساديو ماني 12 ورونالدو 12 وجوتا 12 بالظبط. طبعا هي طبعا بعيده شويه ان حد يحصله، ان شاء الله ما يحصلوش، لكن حضرتك شفت رونالدو في ماتش ثلاث اهداف، اي ماتش يعني هاتريكين ثلاثه من دول بالظبط. ربنا يكرم يعني ان شاء الله ويكمل، لان هو 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 هو, هو بيعمل مجد في اقوى دوري في العالم، فما اعتقدش انه يقدر يروح حاجه ثانيه. وان شاء الله السنه دي باذن الله مع اثاره البريمير ليج ان شاء الله يكون من نصيب ليفربول انه ياخد الدوري الانجليزي السنه دي، لان هو بصراحه يستحقه مع كامل التقدير والاحترام طبعا لمانشستر سيتي.